مرحبا، أنا شمس، درسكن حساب أو رياضيات. عندي على الطاولة مجموعة أغراض، وكنت حابة اختار أصغر غرض بيناتهم، بس شوي ضايعة لأنه في كتير أغراض صغيرة، يعني ما بعرف، ساعدوني فتشوا معي أي هو قولكن أصغر غرض موجود على الطاولة. قولكن رقم 4، في شيء أصغر منه؟ مزبوط، في هيدي الطابق أصغر. طيب ما بعرف، رقم 8 كمان؟ لا، هيدا أكيد لا، كبير. الزهر كمان كبير. الأرقام كتير كبار. أوكي، أصغر غرض موجود على الطاولة هي هيدا الطبشورة الصغيرة، شفتوها؟ لقيتها، هي الغرض الأصغر بين كل هالأغراض الموجودين على الطاولة. أكيد في كمان غرض الأكبر بيناتهم، بس ما رح نفتش عليه هلأ، رح بعد شوي بخلال درسنا نفتش على الغرض الأكبر ونتعلم أكثر عن الأحجام، درس جديد. بس قبل ما نبلش خلينا نسمع أغنية الأرقام مع بعض، نتذكرهم ونرددها بصوت حلو وقوي بكل ثقة، ونعرف كل الأرقام ورا بعضهم. جدي لديه مزرعة فيها هو يعمل، ولديه حيوانات يعدها كل يوم، واحد حمار ينهق، اثنان بطاتان، ثلاثة خراف ترعى، ما 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 أربعة أرانب تقفز، خمسة جداء شراهم عصافير يطيرون في الأجواء، ودوما يزقزقون سويو سويو سويو. My grandfather has a farm and he has animals. He works and counts them. Let us count with him. درسنا لليوم عم نتابع نحكي أكثر عن الأحجام الصغيرة والكبيرة، وأكيد شفنا أنه في أحجام أصغر وأحجام أكبر. اليوم ببداية حلقتنا جربنا نختار أصغر غرض من الأغراض الموجودة على الطاولة، وممكن كمان نفتش تنشوف أكبر غرض بين الأغراض الموجودة على الطاولة أو بأي مكان آخر. خليني أعطيكم مثل على اللوح عن شو عم بحكي. ممكن ارسم دائرة صغيرة، وبعدين من بعد ما ارسمها ممكن ارسم دائرة أكبر. كمان مثل ما تعلمنا بقدر ارسم دائرة بعد اكبر من هاي،
وبعد رح أرسم دائرة واحدة أكبر من نون. طلعوا منيح، أي دائرة هي الأصغر؟ Which circle is the smallest circle؟ أصغر دائرة هيدي؟ كلا هيدي؟ كلا، لأنه في بعد أصغر، هيدي هي أصغر دائرة. رح لونها بلون آخر، رح دورها أعمل دائرة حولها بلون آخر تتعرفوا أنه هيدي هي الدائرة الأصغر. مثل آخر، ممكن أرسم عالم. رح أرسم عالم تاني أصغر. رح أرسم عالم أكبر. كمان رح أرسم عالم كتير كبير. أي عالم هو الأصغر بين هالأعلام الأربعة؟ فكروا معي، أول واحد رسمته؟ كلا، لأنه رسمت عالم أصغر، هذا العالم أصغر من أول عالم رسمته، فإذن رح أعمل دائرة باللون الأزرق حول هيدا العالم لأنه هو العالم الأصغر. شفتوا؟ يعني حتى لو كان هيدا العالم صغير وهذا العالم أصغر من هذا العالم، ولكن الأصغر بين كلهم هو هذا العالم. This flag is the smallest flag. This flag is small but it's bigger than this one. It's bigger. هذا العالم أكبر من هذا العالم. This flag is bigger than this flag. كرمال هيك أنا عم فتش على الغرض الأصغر حجما. طيب خليني أعمل العكس، هلأ بدي فتش على الغرض الأكبر حجما، أكبر غرض بالشي يلي رح أرسمه هون. شو رأيكم أرسم تفاحة؟ رح أرسم تفاحة. هيدا التفاحة صغيرة صح؟ في أعمل أولكم أصغر منها؟ خليني أجرب أرسم تفاحة أصغر منها. هذه تفاحة أصغر. This apple is smaller than this apple. هلأ رح أرسم واحدة أكبر. A bigger apple. هذه التفاحة أكبر من هذه التفاحة وأكبر من هذه التفاحة. شوفوا هلأ كتير منيح، شو رح أرسم؟ أي تفاحة أكبر بين هالتفاحات؟ هذه؟ كلا، هذه التفاحة الأصغر حجما. هيدا التفاحة أكبر وحدة؟ لا، لأنه في بعد أكبر منه. هيدا التفاحة هي أكبر تفاحة. رح أعمل دائرة حولها. كتير منيح، فإذا هون شفنا الأصغر the smallest، هون عم نشوف الأكبر the biggest object. كمان مثل أخير، انتبهوا كتير منيح وركزوا معي. شو بدي أرسم؟ رح أرسم مستطيل. هيدا مستطيل. كمان رح أرسم مستطيل آخر صغير. أي أصغر؟ small big، تذكرته صغير كبير. مستطيل أكبر.
bigger. Biggest rectangle. هيدا أكبر مستطيل بين الأربعة. وين الأصغر؟ هيدا الأصغر، صح. وين الأكبر؟ هيدا هو الأكبر. طلعوا شوفوا هون كيف صار أكبر، كبر حجمه. وهيدا بعد صار أكتر أكبر، كبر كتير. فتحت إيدي أكتر، صغرت إيدي، صغرت إيدي كتير. هون وسط، شفنا هيدا هو الأكبر. This is the biggest rectangle. Excellent. فإذا الأحجام ممكن يكون في غرض أصغر واحد بين كل الأشياء التانية، وممكن يكون كمان أكيد في الأكبر بين الأشياء التانية. أنتوا طلعوا من حولكم وشوفوا، حطوا مثلا كنزة البابا، حد كنزة الماما، حد كنزتكم، حد كنزة خيكم الصغير، وشوفوا أي كنزة هي الأصغر، أي كنزة هي الأكبر. وانتبهوا للأحجام، وتذكروا يلي تعلمناه اليوم عن الأحجام. هلا أنا وياكم رح نلعب لعبة حلوة كتير وسهلة. ركزوا معي، على اللوح رح حط أرقام متعددة، انتو صرتوا تعرفوا تقرون، بأحجام متنوعة كمان، يعني رح حط صغير وكبير وأصغر وأكبر. من بعد ما حطهم رح قلكن شو هي اللعبة. أنا وعم حطهم جربوا قرون معي. هيدا أول رقم، هيدا تاني رقم، كمان رح حط أرقام باللغة العربية مثل هيدا مثلا 9. مزبوط، برافو يا شاطرين. شفتوا عم حط كتير أرقام على اللوح. كمان بعد عندي أرقام إضافية تزيدة على اللوح. خلينا نشوف إذا صارت اللعبة جاهزة. عظيم، هلأ صرنا جاهزين تنلعب اللعبة. طلعوا منيح على الأرقام يلي موجودة حدي على اللوح، انتبهوا منيح، فتشوا بين كل هالأرقام أي رقم حجمه أصغر بيناتهم. طلعوا منيح، طلعوا منيح. رح نعمل دائرة حول أصغر رقم، فكرتوا منيح؟ خليني ساعدكم. هيدا مثلا هو الأصغر، أصغر رقم 2، صح. هيدا أصغر رقم 2. شو في بنفس الحجم أرقام كمان هي الأصغر؟ مثلا رقم 9، نمبر 9، صحيح، مزبوط. كمان هيدا شيء؟ لا، هيدا أكبر من 9 اللي هون. هيدا 4؟ كمان لا، لأنه أكبر. 3، نمبر 3؟ كمان لا. خلينا نطلع مزبوط، نفتش. الرقم 5 كمان صغير مثل هودي الأرقام. رح نحط دائرة زرقاء حوله، كتير منيح، دائرة زرقاء
حول أصغر رقم. 2 والتسعة والخمسة قد بعضهم هن أصغر رقم يعني حجمه بين كل الأرقام الموجودة على اللوح. هلأ رح نعمل بدائرة حمراء إذا بتكون زهرية اللون على أكبر رقم بين هودا الأرقام. 4؟ لا. 6 الحمراء هيدي؟ نعم، لأنه كتير كبيرة، هي الأكبر، the biggest. 9؟ لا. 3؟ لا. ولا 8، لأنه في الاثنين، the biggest size، the biggest size، الحجم الأكبر. فإذا هودي الأرقام هن الأصغر، ملونيهن بدائرة، حطينا حولهم دائرة زرقاء، وهودي الرقمين هن الأكبر، حطينا من حولهم دائرة حمراء أو زهرية اللون. كتير منيح، انتو كتير شاطرين وفهمتوا درسنا كتير منيح وصرتوا تعرفوا تميزوا الأحجام. هلأ بدي أعطيكم مثل كتير حلو، ركزوا معي. في عائلتي، بالعائلة، in our family، family يعني عائلة، في عدة أحجام، مظبوط؟ يعني لما نجي نحن نوقف حد البابا، البابا رح يكون عالي فوق، نحن رح نكون أوطى منه، حجمنا أصغر، ما هيك؟ وإذا عنا أخوات أصغر منا، نحن رح نكون أكبر منهم، هن رح يكونوا أصغر منا. ومين أصغر واحد أو وحدة بعيلتنا؟ يمكن يكون خينا الطفل الصغير أو أختنا الطفلة الصغيرة، هن بيكونوا الأصغر، the smallest member of our family، أصغر عضو في عائلتنا. أو مثلاً يمكن خيي يكون كبر وصار طويل أكثر من البابا، بيكون هو أكبر عضو في العائلة، هو أكبر شخص في العائلة، the biggest member of the family، the biggest size. عم نحكي عن، انتبهوا، مش العمر، عن الحجم، القياس، الجسم، الطول، قديش نحن أطول من بعضنا. خليني أرسمكم هون مصغر عن عائلتنا تنشوف كيف ممكن نقارن الأحجام. هذا والدي، وحد والدي رح أرسم مين؟ والدتي، أمي. هذه أمي. طيب هلأ رح أرسم مين أول ولد البكر عنا في العائلة؟ رح أرسمه هون. ومين دغري من بعد أول ولد، ثاني ولد يعني بالعائلة، رح يكون أقصر، أصغر شوي. خليني أرسمه باللون الأصفر، يمكن تكون أختي. صار عنا أبي هو الأكبر، بعده أمي، ثم أنا، ربما أنا الأكبر بين إخوتي، بعدين ممكن أخي الصغير أو أختي الصغيرة، بعدين في يمكن يكون عنا أخ أو أخت طفلة أطفال كمان هن أصغر، أخي الصغير أو أختي الصغيرة. هيك منكون كل واحد أصغر من الآخر. تبهنا بعائلتنا في عدة أحجام. مثلاً فينا نقول
أبي هو الأكبر، بعده تأتي أمي، ثم أنا الأكبر بين إخوتي. يمكن أنا من الأكبر بس عم نعطي مثل، أنا الأكبر بين إخوتي، بعدين أخي الصغير، بعده تأتي أختي الصغيرة يمكن أو العكس، وبعدين منكون هيك عم نقارن الأحجام. حلو كتير. إذا عندكم شي صورة لكل العيلة واقفين هيك حد بعض ومصورين، طلعوا عليها منيح وشوفوا من هو الأكبر في العائلة. أبي هون بهاي العائلة، أبي. من هو الأصغر في العائلة؟ أصغر واحد في العائلة. تبهنا منيح؟ ولحتى تتذكروا هيدا الدرس كتبت لكم أغنية صغيرة تحكي عن عائلتي. بتقول في عائلتي من هو أكبر، في عائلتي من هو أصغر، أبي هو الأكبر، بعده تأتي أمي، ثم أنا الأكبر بين إخوتي، ثم أخي الصغير، بعده أختي الصغرى، وهكذا نقارن الأحجام. خليني أعلمكم إياها، بتقول هيك: في عائلتي من هو أكبر، في عائلتي من هو أصغر، أبي هو الأكبر، بعده تأتي أمي، ثم أنا الأكبر بين إخوتي، ثم أخي الصغير، بعده أختي الصغرى، وهكذا نقارن الأحجام. حلوة؟ يلا يلا خلينا نكررها كمان مرة. في عائلتي من هو أكبر، في عائلتي من هو أصغر، أبي هو الأكبر، بعده تأتي أمي، ثم أنا الأكبر بين إخوتي، ثم أخي الصغير، بعده أختي الصغرى، وهكذا نقارن الأحجام. آخر مرة لأنه شوي طويلة بدي أقرأ عيدة حتى أكد مزبوط أنه حفظتوها كتير منيح. يلا جربوا معي وعلوا صوتكم. في عائلتي من هو أكبر، في عائلتي من هو أصغر، أبي هو الأكبر، بعده تأتي أمي، ثم أنا الأكبر بين إخوتي، ثم أخي الصغير، بعده أختي الصغرى، وهكذا نقارن الأحجام. أكيد لما نرجع نسمعها مع الموسيقى ما بتعودوا تنسوها أبداً، دايماً رددوها حتى تتذكروا الاختلاف والمقارنة بين الأحجام. في عائلتي من هو أكبر، في عائلتي من هو أصغر، أبي هو الأكبر، بعده تأتي أمي، ثم أنا الأكبر بين إخوتي، ثم أخي الصغير، بعده أختي الصغرى، وهكذا نقارن الأحجام. ما هو الأصغر؟ هذا الأصغر صحيح. ما هو الأكبر؟ هذا الأكبر صحيح. ما هو الأكبر؟ هذا الأكبر صحيح. ما هو الأصغر؟ هذا الأصغر صحيح. هل هذا هو الأصغر؟
كلا، ليس هذا الأصغر. هل هذا هو الأكبر؟ هذا الأكبر صحيح. وهلأ رح نعمل أنا وإنتو فقرة الأشغال اليدوية يلي فيها منطبق اللي تعلمناه اليوم. رح خبركن أكتر عن هيدي الفكرة البسيطة والسهلة هون عندي على الطاولة. حضرت كرتون لون أخضر على شكل مستطيل، عدة كراتين بهيدا الشكل. أول شي رح أعمله أنا وإنتو رح نعمل مع بعض شجرة، ومثل ما الشجرة بتكون كبيرة من تحت وبتصير تطلع لفوق بتصير صغيرة فوق، هيك رح نعمل بالمستطيلات الخضر يلي أنا حضرتهم. طبعاً هيدا نوع من الأشجار، مش كل الأشجار عندها نفس الشكل، ولكن وحدة نوع من الأشجار، نوع من أشجار الصنوبر موجود ببعض البلدان مش بكل البلدان، بيكون شكله على هيدا الشكل، يعني كبير من تحت وبصير يصغر يصغر أكتر وبيصغر 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 لبالآخر بيصير كتير صغير عنده قمة. فإذن اللي رح نعمله رح حط أنا هلأ هون على الطاولة أول مستطيل تأعمل الجهة السفلى أو المنطقة السفلى من الشجرة، بعدين بالمقص أكيد بطلب مساعدة حدا أكبر مني حتى ما أأذي حالي لأنه المقص ممكن يجرحنا، مننتبه كتير منيح. رح أعمل هيدا المستطيل أصغر من الجهتين بالمستطيل الجديد، هالمرة رح أعمله الحجم أصغر، شفته؟ كان الحجم كبير صغرته شوي، هلأ رح صغره أكتر. لحتى تزبط الشجرة بعد لازم أعمل مستطيل أصغر، شوفوا كيف صغر، كبير أصغر أصغر، هلأ بدها تصير كمان أصغر. كمان رح نعمل جزء أصغر، كبير أصغر 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 كمان أصغر. شوفوا هلا قديش رح تصير صغيرة، قديش رح يصير صغير المستطيل، بعد لازم نصغره هلا أكتر. وآخر مستطيل رح يكون كتير صغير، هو القمة. هي كمان أعمله بعد صغير أكثر تيصير عندي شكل الشجرة، وأكيد فيي حط لها من تحت واحدة صغيرة لحتى تكون هي الجذع، ولكن شوفوا صغير أكبر 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 أكبر، وهذه القطعة الأكبر في الشجرة. هيدا أكبر مستطيل وهذا أصغر مستطيل، شفنا؟ فإذا بهيدي الشجرة منكون استخدمنا كل الأحجام وعرفنا إنه الأكبر هو في المنطقة السفلى من الشجرة والأصغر هو على القمة. أنتوا كمان فيكن تعملوا هيدي الشجرة يمكن من أوراق الشجر أو من أغصان صغيرة للشجر، تحطون وتعملون أصغر وأصغر 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 لتوصلوا للقمة. وهيك أصدقائي بترككم مع هيدا الدرس ومع هيدا الفكرة، تمرنوا قد ما بتقدروا
طلعوا على الأشياء وشوفوا الأحجام وقارنوها ببعضها، وعملوا هيدا الشجرة كمان من الأغراض اللي بتلاقوها بالطبيعة أو يلي عندكم إياها. وأنا رح أرجع ألتقي فيكم بحصة جديدة، انتظروني. قبل ما ودعكم خلينا نكون سوا هلأ مع الأغنية يلي تعلمناها اليوم عن العائلة ومقارنة الأحجام. في عائلتي من هو أكبر؟ في عائلتي من هو أصغر؟ أبي هو الأكبر، بعده تأتي أمي، ثم